مبارك سواء في عهد مرسي، وأن تقتص للشهداء الذين سقطوا ولمن أصيب. وهذه الأشياء، الفساد أو القتل أو الإصابة، لا محل للتهاون فيها ولا محل للتراجع عنها. النقطة الثانية أنه ليس هناك أي إقصاء سياسي لأي فصيل عدا من تلوثت يدهم بدماء الشهداء أو بدماء المصريين أو بدماء أو حملوا السلاح في وجه المصريين. هذه مبادئ مستقرة عليها في كل البلاد التي عرفت مرحلة المصالحة الوطنية. وأنا بأعلن نيابة عن الحكومة أن الحكومة منفتحة على المصالحة الوطنية، بشرط كما قلت في الكلمة الحفاظ على التراث والأعراف المصرية. هذا الشعب له تاريخ مدته 7000 عام، 7000 عام لهم تقاليدهم، لهم أسلوبهم في الحياة، ولهم أسلوبهم في التدين. مصر تمثل الوسطية في التدين، ولن يفرض علينا أحد التطرف.